دلوقتي جه الوقت اللي ممكن نتعرف فيه بقى مع حضراتكم على اخر الاخبار والتفاصيل المتعلقه بالمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الهنا، اتفضلي سامعينك. كلمتي دي بس هو ماله وماله، ممكن نستخدمها برضه. يا صباح الخير والنصر عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. لكن قبل بقى ما نبدا اخبارنا النهارده، طبعا حابه ابارك لكل الاهلاويه، يعني امبارح كان يوم اهلاوي خالص في الالعاب الاخرى. فرق النادي الاهلي كلها تقدمت في المباريات، كان يوم حافل بالمباريات. يعني البدايه طبعا كانت من سيدات كرة اليد، واللي قدروا يفوزوا على فريق النواصر المغربي بنتيجة 42-12. بعد كده بقى ملكات كرة السلة قدروا يفوزوا على فريق الجزيرة ويتوجوا بدوري السوبر. والحقيقة ان هم عاملين موسم استثنائي، يعني موسم بلا هزيمة، حققوا الخمس بطولات، فازوا في جميع المباريات، سواء طبعا بطولة دوري السوبر، دوري المرتبط، كاس السوبر المصري، وكمان طبعا كاس مصر ومنطقة القاهرة، عشان بقى يعملوا موسم استثنائي طبعا يضاف لملكات كرة السلة، وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. كمان بقى ختامها كان مع رجال كرة اليد، واللي قدروا يفوزوا على فريق سبورتنج في منافسات طبعا بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 32-28. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة بقى الفريق إن شاء الله هيرجع مرة تانية للتدريبات. التجمع هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5 مساء. طبعا زي ما احنا شفنا في كل تصريحات مستر مارسيل كولر أكد ان لسه ما حسمناش التأهل للنهائي، لازم طبعا يركزوا بشكل كبير جدا في المباراه القادمه. عندنا بقى ثقه كبيره جدا طبعا في رجال كره القدم بالنادي الاهلي، ان شاء الله يفوزوا في المباراه القادمه، وكمان يعملوا كمان فرق سكور. الجماهير اكيد هتكون متواجده وهتكون اضافه كبيره للفريق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، والحقيقه ان النهارده كمان هيكون يوم حافل بالمباريات في الالعاب الاخرى. خلونا نبدا البدايه بكره السله، ورجال كره السله النهارده عندهم مباراه مهمه جدا امام فريق الاتحاد السكندري ضمن بقى منافسات الفاينل من بطوله دوري السوبر. طبعا هي بتقام بنظام بيست اوف 5. نادي الاهلي حتى الان قدر يفوز في مباراتين، لكن الاتحاد فاز في مباراه. لو قدروا بقى يفوزوا في مباراه النهارده ان شاء الله كده هيكونوا بيتوجوا بلقب دوري السوبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى بكره في 10 الصبح في الاهلي نكون بنبارك لهم. المباراه هتكون الساعه 7 مساء على صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر، وطبعا هتكون مذاعة على قناة النادي الأهلي. كل جماهير النادي الأهلي بقى تقدروا تتابعوا المباراة وتدعموا رجال كرة السلة النهاردة، اللي طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة اليد، وكمان في مباراتين في كرة اليد. سيدات كرة اليد النهارده هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق مكنين التونسي. المباراة هتكون الساعة 5 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات بقى ربع نهائي، طبعا دور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. وكمان رجال كرة اليد هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق شباب كينشاسا الكونغولي، هتكون الساعة 9 مساء أيضا على صالة الأمير عبد الله الفيصل. يعني خلاص بقى احنا دخلنا في مرحلة النوك اوت، لازم يفوزوا في جميع المباريات القادمة. طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا سواء في رجال او سيدات كرة اليد، ان شاء الله يتوجوا بالبطولة وتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. كمان بقى خلوني استعرض لحضراتكم نتائج بطولة كأس الكؤوس في امس. طبعا زي ما احنا عارفين هي بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الشهداء وكمان صالة الامير عبد الله الفيصل. ونبدأ بمنافسات السيدات. طبعا النادي الاهلي زي ما قلت كان واجه فريق النواصر وقدر يفوز عليه بنتيجة 42-12. كمان فريق مكنين التونسي قدر يفوز على فريق فانز الكاميروني بنتيجة 31-24. وفريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي قدر يفوز على فريق هابيتات الإفواري بنتيجة 32-20. أما عن منافسات الرجال، شباب كينشاسا قدر يفوز على فريق فانز بنتيجة 27-25. وفريق رجاء أغادير قدر يفوز على فريق كيركوس الاثيوبي بنتيجه 36-19. فريق الزمالك قدر يفوز على فريق وداد سماره بنتيجه 38-17. وزي ما قلنا طبعا رجال كره اليد للنادي الاهلي قدروا يفوزوا على فريق سبورتنج بنتيجه 32-28. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه النهارده اللي معانا. كمان بقى زي ما عودناكم دايما خلونا نقول لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء متواجدين منذ ساعات في حاله من
النشاط والطاقه الايجابيه، يعني زي ما دايما تقريبا بنقول ان هم بيمارسوا رياضه المشي في الصباح. درجه الحراره دلوقتي يعني او اخر مره شفتها كانت 24، وفي سيوله مروريه جيده للطرق المؤديه للنادي، يعني كل الاعضاء بقى اللي حابين يجوا يقضوا اليوم النهارده تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم. يعني دي كانت اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطية وافية كالعادة، بنشكرك عليها شكر جزيل زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة.